بهذه الطريقة، هنا ممكن احنا نقول لك يتعرض الملف او المحفوظات اللي احنا للتلف. ليش؟ نتيجة استخدام اللي هي بعض اللي هي الملفات او المستندات. ليش؟ لانه احنا نضعهم فوق بعض. لو بدي اجي انا اطول مثلا الملف اللي تحت، بدي ارفع كل اللي فوق عشان اطول الملف اللي تحت، فهذه ممكن تتعرض الى التلف والى وصعوبة استخراج اللي هي الملفات في هذه النقطة. أما أجهزة الحفظ المستخدمة في هذه الطريقة، يعني هنا بدنا نشوف اللي هو خزائن حفظ الخرائط والرسومات الهندسية. في خزائن مصممة للخرائط والرسومات الهندسية، هي عبارة عن خزائن خشبية أو معدنية تحتوي على مجموعة من الأدراج اللي هي المساحبة لوضع الخرائط والرسومات الهندسية بها، وتوجد بها مقاسات وأشكال. يعني هذه بتكون مصممة للخرائط والرسومات الهندسية واللي هي بشكل كبير عشان نوضع فيها هذه اللي هي الملفات، أو على ممكن مكاتب كبيرة نصممها ونوضع فيها اللي هي هذه الخرائط فوق بعضها البعض لحفظ هذه الملفات. في عندي خزائن حفظ آمنة، هي خزائن مقاومة للحريق ويصعب فتحها ونقلها بحيث تكون أكثر أماناً، وتستخدم لحفظ اللي هي للحفظ النقدية والشيكات والمستندات الهامة. هذه نقطة مهمة جداً، أو الجوازات يعني اللي بتتعلق بهذا الأمور. في خزائن يعني هذه بنحافظ عليها ضد السرقة ضد الحريق، اللي هي هذه الخزائن بتكون مصممة لهذه اللي هي المستندات الهامة. في عندي اللي هو أساليب ترتيب الأوراق داخل الملفات، ويوجد أسلوبين: الترتيب الرمزي واللي هو ترتيب الموضوع الرمزي. هنشوف هذا الترتيب الرمزي، عندنا بيتم ترتيب محتويات الملفات تاريخها، يعني تاريخ هذه الملفات. احنا ليش بنقول الترتيب الرمزي؟ حسب اللي هو تواريخ المشاريع. مثلا في عندنا مشاريع، في عندنا اللي هو هذه المشاريع او الموازنات بالنسبه للعامه بالنسبه للمنظمه، فبكتب مثلا ميزانيه 2015 بحطها في ملف في هذا بالتاريخ تبع هذه اللي هو السنه لهذه الميزانيه، او مشروع مثلا احنا عملناه خلال السنه او مشروعين نضعها مشاريع مثلا تتعلق ب 2015، ايش المشاريع اللي احنا سويناها وبنضعها في هذه اللي هي الخزائن او الاماكن المطلوبه. الترتيب الموضوعي الزمني، هنا يتم ترتيب وثائق كل ملف، يعني مثلا ميزانية 2015 من 2016 2017 بقسمها إلى موضوعات، ويفضل اللي هي بين الأوراق كل موضوع وآخر فاصل من الورق اللي هو المقوى السميك. يعني هذا يعني ممكن أنا أحطهم في ملف كبير، وكل مثلا موضوع أو مشروع معين ممكن أنا أكتب ورقة مقوى، هذا مثلا مشروع 2015، فبحط ورقة مقوى حتى يتم عملية رؤية هذا الملف بشكل سريع. يعني هذه ممكن إحنا نحدد المواضيع اللي هي في هذه الفترة الزمنية وأحطهم في ملف واحد بشكل مرتب حتى نوصل إلى الملفات بالطريقة سهلة. حتى يعني ممكن تتعلق في موظفين أو اللي هي في الترقية أو التدريبات اللي هو للموظفين، وفي كل واحد ممكن يكون نحطهم كلهم في ملف واحد ونطلع كل اسم موظف حتى يسهل علينا رؤية هذا الملف بشكل سريع. أساليب ترتيب الملفات داخل أجهزة الحفظ، يعني هدول بيحكي عن الطريقة الأولى اللي هي الطريقة الهجائية البسيطة اللي احنا تحدثنا عنهم في السابق، والطريقة الهجائية المركبة. يعني ممكن الطريقة الهجائية نبدأ بالأحرف من الألف للياء، وممكن في الهجائية المركبة